بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أهلا ومرحبا بكم في قناة موثوق التعليمية. في هذا العدد سنتعلم كيفية ربط شاشة الهاتف بجهاز الكمبيوتر أو بشاشة الكمبيوتر. كما تلاحظون أعزائي المشاهدين، سنقوم بتحميل برنامج وتطبيق. بالنسبة للبرنامج سأترك لكم الرابط أسفل صندوق الوصف لتحميله من الموقع الرسمي. أما بالنسبة للتطبيق أعزائي المشاهدين، سنقوم بتحميله من متجر جوجل بلاي. ستجدون رابط التطبيق المباشر أسفل صندوق الوصف. كما تلاحظون أعزائي المشاهدين، بعد تحميل البرنامج سنقوم بتثبيته. كما تلاحظون هذا هو البرنامج، نقوم بالضغط عليه. نختار هنا اللغة التي نريدها، أتركها إنجليزية. أقوم بالضغط على أوكي، أضغط على نكست، ثم نضغط على نكست، نضغط على نكست مرة أخرى، ثم أضغط على نكست، نضغط هنا على انستالي. ننتظر لحظات أعزائي المشاهدين. هنا كما تلاحظون أعزائي المشاهدين، نقوم بالضغط على فينيش، سيفتح أمامنا البرنامج. هذا هو البرنامج أعزائي المشاهدين. نذهب الآن إلى التطبيق في الهاتف الخاص بي أعزائي المشاهدين. نقوم بالضغط هنا على فتح بعد تحميل التطبيق. نضغط هنا على سماح، أضغط على السماح طوال الوقت. شرط أساسي لنجاح هذه العملية هو الاتصال بنفس الشبكة من على الكمبيوتر وعلى الهاتف أعزائي المشاهدين. كما تلاحظون أعزائي المشاهدين، يظهر لي التطبيق الكمبيوتر الخاص بي. هذا هو الكمبيوتر الخاص بي أعزائي المشاهدين. في حالة ما لم تظهر لك الأجهزة، قم بالضغط على هذه الأيقونة البرتقالية كما تلاحظون حتى تظهر لك جميع الأجهزة المتوفرة. بعد الضغط على أيقونة الكمبيوتر تظهر لي هذه الخيارات. الخيار الأول وهو إظهار شاشة الهاتف في الكمبيوتر. أما بالنسبة للخيار الثاني وهو العكس، إظهار شاشة الكمبيوتر على الهاتف. أنا سأقوم بالاختيار بالضغط على الخيار الأول أعزائي المشاهدين، وهو إظهار شاشة الهاتف. يظهر لي هذا الخيار أعزائي المشاهدين. أقوم بالضغط على البدء الآن. كما تلاحظون أعزائي المشاهدين، سنظهر شاشة الهاتف على جهاز الكمبيوتر. ستظهر لي هنا خيار أني سأسمح أو أرفض الاتصال بالشبكة. كما تلاحظون أضغط هنا على هذه الأيقونة وهو إشعار ميناء الهاتف. كما تلاحظون أعزائي المشاهدين، الآن تظهر شاشة الهاتف على جهاز الكمبيوتر الخاص بي. تستطيع تصفح التطبيقات الخاصة بك. كما تلاحظون الآن أعزائي المشاهدين، أنا أقوم بتغيير التطبيقات. هذه هي نفس التطبيقات على الهاتف والتي تظهر هنا في شاشة الكمبيوتر. تستطيع استعمال هذا التطبيق لشرح عبر اليوتيوب كما تلاحظون، أو استغلاله في أشياء أخرى. هنا نكون وصلنا إلى نهاية الحلقة. شكرا لكم على المشاهدة.